السلام عليكم المتتبعين ديالي الزوينين الفنين، عيد مبارك سعيد علينا وعليكم بالرحمه والعفو يا ربي. بداك الشيء اللي تتمناو يا ربي كنتمنى منكم ديروا اللايكات وديروا التعاليق وجمجمونا، عافاكم الله يرحم لكم الوالدين لما بارطاجيو هذا الفيديو وعاونوا حياه لالي القناه ديالها تحتضر ليه. هذا الحب ديالنا اليوم غنشارك معكم واحد كسكيسه كي دايره، واحد كسكيسه بالحماسه ديال العيد بالقرعه حمراء بتفايا من شغل يديكم يا اختي، واحد تفايا مسمقه ما نعاودش لكم. ها هي البرمه وها هي القصريه ديال الوالده الله يرحمها ويوسع على ضيقه القبور، الله يرحم المسلمين كاملين كفى اجمعين. كنتمنى منكم العزاز الغنيين تعاونونا، ومهم انا والله العظيم تا ديبلوكي من هاد صافي، ما بقيتش قدرت نقول لكم عاونوني ولا دعموني ولا وقفوا معايا ولا ديروا ليا ولا فعلوا ليا ولا تركوا ليا. المهم الحباب الغاليين كنتمنى منكم تعاونونا وديروا ليا الدعاء. كنقول لكم راه كان عندي الكونترول نهار 16/6 وما درتوش، كان العيد وما قديتش، خفت. نتوما راكم عارفيني انا ديما كنخاف فاش كنبغي ندير شي كونترول كنخاف، لهذا ما بغيتش نمشي ندير كونترول، قلت تندوز العيد على خاطري عاد نمشي ندير كونترول. لهذا الحباب ديالي دابا مني داز هاد العيد ان شاء الله بالسلامه والعافيه، وكلينا الحيمات كلينا القطيبات كلينا، انا كناكل داكشي اللي قديت عليه بالرحمه والعفو يا ربي عليا وعلى جميع مرضى السرطان. لهذا العزيز الغنيين كنتمنى منكم تتبعوا الفيديو كامل وتشوفوا يا اختي القصريه ديال هاد النهار، ودوزوا تبعوا معنا اليوم. انا غنروي القصريه قدامكم وغتشوف البنات. هانتوما كما كتشوفوا قلت لكم درت واحد تفايا مسمقه، نتوما مال الخير وريهم غنينا ولا ماشي بهذيك العاشقه بالمعلقه تاع العود. ها هي شوفوا البنات كي دايره على 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 ما نعاودش لكم واحد التفايا كنديرها خطيره. المهم البنات الا بغيتو نشارك معكم الطريقه ديال البصله معسله بلا ما نعاودش لكم كي تجي رائعه. وهذه هي القصريه خواتاتي اللي غنسقي فيها العشاء، بقاو معايا تتشوفوا يا اختي. هانتوما كما شفتوا هانتوما السميده تجمعات تبارك الله. شوفوا باش تعرفوا السميده راها طايبه فاش ديروا فحال هكا كتحسوا بها كتبومبي. شوفوا البنات هذه الطريقه وراتها لي شي ملي كطيب السميده كتصمق وكتقادسم وكي تتولي تجمع. ها البنات تانتوما فحالي ولا انا عرفتو دابا ملي كنحيد السمن من شي من البلاستيك اللي كنجيبها من عند السيده، واحد السيده كتجيب لينا السمن ما نعاودش لكم واحد السمن رائع، السمن يا البنات ديال الدكاله السمن. وعلاش ملي كنحيد السمن من هاد البلاستيكه كنقضي بها داكشي اللي كان. هانتوما كما كتشوفوا دابا هاد الميكا غنديرها هكا في الكسكسو كامله كتمسح ياسي، المهم كنقتاز راكم عارفين. والبنات شوفوا حيدا ديري الدوغي، انا ديري البنات هذه هي القرعه ديال السمن راه كانت هذه. شوفوا البنات شوفوا السمن كي داير، شوفوا السمن كي داير يا اختي، عطي تبارك الله واحد السمن رائع 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 جدا. لهذا ما نقولش لكم كي داير يا اختي ما نعاودش لكم. ايوا دابا البنات البنات اختي اللي كتصورني غنينه اللي كتصورني دابا هانتوما كما كتشوفوا كنقاد يا اختي هاد القصريه. عرفتوا واخا يدي ضارني ما نعاودش لكم ويلي البنات ما نعاودش لكم يدي شنو وقع ليهم فهاد العيد. الله يسمح لينا من الوالدين، الانسان اللي يطلب السلامه ويقول الله يسمح لينا من الوالدين. شوفوا البنات يديا كي كاملين طايبين عليا، راه لا شتو راه لا شتو واحد الحاله في يديا. اجي جاغينا اجي نوريهم هنا. شوفوا البنات يديا شوفوا البنات يديا شوفوا يديا شوفوا يديا شوف شوفوا البنات يديا شوف شوف شوفوا يديا كي طايبين، شوفوا البنات يديا كي طايبين، شوف شوفوا البنات يديا شوف شوف اخواتاتي هانتوما الاخرى هانتوما الاخرى شوف 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 الاخرى اخرى شوف شوفوا الاخرى هذه شوف. او ما نعاودش لكم شعل ليا العافيه في يديا، وما كنعرفش نخدم بليكات يا اخواتاتي ما كنعرفش نخدم بليكات. وقولوا لي اختي قولوا لي بصحة بيجامة هانتوما وهانتوما. وتزيد يا غنينو دابا غنوريوهم الكوكوط غنوريوهم الكوكوط يا ختي هانتوما الكوكوط تمام على الخير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ايه واش كنقول لكم البنات الله العظيم ربي لك يعلم بالمحبة ديالكم. مرحبا بكم يا ختي، مرحبا وألف مرحبا. هادا
دابا ها انتما يا اختي كنسقي لكم كنحط لكم في العشاء. مرحبا والف مرحبا، مرحبا والف مرحبا يا اختي، مرحبا بكم. ايوا مرحبا لكم الكسكسو على الحمد ديال العيد. ايوا كلشي على المهم البنات حنا كنديروا الكسكسو على الرجله، الرجله كنحيدو منها القطبان وكنطيبو يا اختي، كنطيبو يا اختي وكنطيبو يا اختي وانتما يا اختي. المهم كنطيبو حتى الفوله ديال الحولي، عارفين البنات الفوله ديال الحولي ها هما كنطيبوهم وراهم البنات كيجيو غزالين طيبين، انا كيعجبوني طيبين على مقليين ولا مشويين. ونكذب عليكم اختي، بقاو معنا تنكملو لكم الفيديو. حتى دابا جا الدور ديالي، اجي نوريوها لهم اختي في الضوء، نوريوها لهم اختي في الضوء، قولوا حيت لالي ما حالكاش. ها انتما يا البنات شوفوا يا اختي، شوفوا كي دايره، شوفوا كي دايره هذه التفايه البنات. هاد التفايه كطيب بوحدها، ما كندير فيها لا مرقه ديال البرمه، ما كندير فيها حتى شي حاجه. يعني هاد سميتها هاد التفايه تمشي لكم مع اللحم وتمشي مع الكسكسو، ما فيهاش النسمه ديال الكسكسو، ولكن راه كتجي خطيره طيبه غير بالقرفه والسكر وشويه الكركم شويه الزنجبيل شويه القريصات البزار الزيت الملح السكر السمن. ايوا ها انتم معانا. ايوا دابا يا اختي هانتوما وهانتوما ما ديرش كامل، ما تحطش شويه زليفات راه ديرها كامل. يا من ملك الليل. ايوا البنات هذه هي يا اختي القصريه ديالنا ديال هاد الليله مباركه مسعوده. كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم وتبارطاجيه وتوريو لحبابكم، قول لهم شوفوا هاد السيده راه مسكينه اللي وقع ليها ما وقع للعذاب كافر بالله، مرضت ماتوا ليها والديها بقات بلا جواج ما بقات مسكينه. الله الله خوت خواتات نتوما هما حبابنا، نتوما هما عشراننا، نتوما هما عائلتي، نتوما هما كلشي. كنتمنى منكم هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم ويلد لكم على قلبكم ونونسكم وتعجبكم يا اختي هاد الكاندور الزينه، وتعجبكم يا اختي هاد الكاندور الزينه. البنات هاد الصندال عندي من العام اللي فات دوزت بها بحال ديال العام اللي فات، وهاد العام كنتمنى ربي يكون معانا ومعاكم. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال هاد النهار، كنتمنى من الله يدخل عليكم بالرحمه والعفو شديتي الخوت الخواتات. وهذا هو حمود ديالي يا اختي، ها انتما كتشوفوا يا اختي حموده ديال ولد اختي كيسلم عليكم كيبارك لكم العواشر وقولوا ليه بالصحه الكاندوره يا اختي. السلام عليكم. تشوفوا انا واش كاع الناس ولا غير انا ولا الله اعلم. المهم انا ديما الكسكسو ما كنساليه البنات، كما كتشوفوا انا ديما الكسكسو ما كنحط القصريه حتى كنغسل الماعن، كنروي القصريه ونحطها ونقادها ونوجد الطبيله وكنغسل الدنيا ونجمع البوطاجي نجمع الكوزينه نخلي كل شيء كيشعل يا اختي. نبقى ونعاود ليكم وعاد كنهبط يا اختي ناكل الكيمه وهبطوا معايا الخوت. وهذا هو الفيديو ديال هذا النهار، واحد الفيديو كان زوين بحالكم يا الناس الزوينين. هذه هي اخر كلمه نقول لكم في هذا الفلوق، ما عليكم. هذه هي القصريه ديالنا حطيناها، حطينا داك الشيء اللي بقى ديال التفايه هنا، ديك المريقه اللي بقات هنايا. المهم انتم مرحبا بكم يا خواتاتي.